السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان قناتكم MTBM، واليوم عندنا بايك تشيك. في الحلقة ديال اليوم غادي نديرو بايك تشيك لدراجة سبيسياليزد ستامب جامبر، غادي نعطيكم الديتاي تكنيك عليها، وكذلك غادي نجربوها في الغابة إن شاء الله في عقبات هبطات ونشوفو البيدالاج ديالها إلى آخره. خليكم معي. اذا فالدراجه اللي معنا اليوم هي من شركه سبيسياليزد، وهذا الموديل سميتو ستامب جامبر الوي حيت المنيوم. نخليكم بعدا مع هذا السينيماتيك، شوفوا كي داير البيكالا ومن بعد نعطيكم المعلومات التقنيه عليها. اذا الاخوان، اول حاجه غادي نبداو بها هي الثمن ديال هاد الدراجه الجديده من لا ميزون بوراقيها. كدير نورمالمون 3100 دولار 3200 دولار، يعني تقريبا واحد 3 مليون مغربيه جديده، باقي ما راكب عليها حتى واحد بلا كارونتي ديالها بوريقات ديالها. بالنسبه لثمنها في المغرب راه كيتراوح ما بين 14000 13000 15000 درهم على حسب النقابه والعطا ديالها كي داير الى اخره. بالنسبه للكادر، فالكادر الومنيوم. انا شخصيا كنفضل الالومنيوم، هذا ما كيعنيش ان الكربون عيان، لا بالعكس، الكربون احسن من الالومنيوم، فيه الخفه ولا ريجيديتي عليه. غير هو فاش كتجيك شي ضربه في الالومنيوم اللي غادي دير لك تعويزه صغيره مثلا، هنا الكربون كيتشق. وبرا الا كنتي شاري الكربون جديد بالكارونتي ديالو، وتا الا كنتي شاريها من عند مولاها وعطاك اوراقها، فكتستافد من لا كارونتي ديال تبدل الكادر، كتبدل الكادر من عند الشركه اللي شاري منها البيكالا. الوغ في المغرب كتمشي على عينك دبابة. هذه هي النقطه الوحيده علاش انا كنفضل الكربون الا كنت غادي نشري بيكالا جديده بوراقها من لا ميزون، ولكن انا شخصيا كنفضل الالومنيوم في الدراجات المستعمله. غادي نبداو الاخوان بالكادر. فالكادر كيف ما قلت لكم الومنيوم، الوزن ديال الدراجه كامله تقريبا 13 كيلو، ولكن حيت مرونفورسي باش تكون صحيحه في المنحدرات وفي لي ديسونت. كاع الدراجات الاخوان اللي كيكونوا دوبل سسبونسيون راه كيكونوا فيهم دي زيليمون ديال الغونفور هنايا، وكيكونوا فيهم دي بيس زايدين لامورتيسور زايد، فكيكونوا شويه تقل من لي فيلو اللي مديورين للطريق مثلا ديال الكروس كاونتري الى اخره. الكيدون اللي فيها راه سبيسياليزد، ها هو العبر ديالو 780 ملم، يعني من الراس للراس كاينه 78 سنتيمتر. لا بوتونس راه عندها صغيره، كنظن غادي تكون واحد 5 سنتيم، يعني 50 ملم صغيره ديال لي فيلو جداد مودرن. بالنسبه للفورج اللي فيها، فراه فيها بحال اللي عندي في البيكالا ديالي، فيها فوكس ريتم 34، هي كتبان لكم. والترافل ديالو بيان سور راه كيهز رواية 29 وحتى 27 ونص بلاص، يعني اللي كيكون شويه غلاط. والترافل ديالو راه 140 وكيتكونفيغور الا بغيتي تردو 150 ملم ديال الترافل. اما بالنسبه للامورتيسور الخلفي فكذلك تقريبا راه فيها نفس العماره اللي عندي في بيكالتي، فحتى هي فيها فوكس فلوت دي بي 2 ايفول، يعني نفس لا كونفيغ ديالو ونفس الترافل ديالو، حتى هو 140 ملم في الدولار. بالنسبه للاتيش تيليسكوبيك اللي راكبه فيها، فراه سميتها اكس فيوجن مانيك، والترافل ديالها من التحت للفوق 150 ملم. دابا غادي ندوزو الاخوان للجوانت والروايد. الجوانت اللي فيها روفال، ها هما روفال ترافيرس 29، والعرض ديالهم
30 مليمتر، يعني فيهم 3 سنتيم هنا في لارجور، يعني كيهز الروايد هراد. فالروايد اللي اللور فيها ديال سبيشاليزد اليميناتور جريد تريل، العرض ديالهم 2.3 انش بوس، يعني 2.3 × 29. اما في الامام كذلك جوانت روفال، والبنوات اللي فيها ديال سبيشاليزد الباتشر جريد تريل، العرض ديالهم 2.6. دابا غادي ندوزو الاخوان للدرايف ترين. درايف ترين فاش كنقولوا الدرايف ترين كنتكلموا على هاد لابارتي هادي، الكرانك سيت، البيدالات، الطاره، السلسله والكاسيطه. فراه ايكيبي بسرام انيكس كيف ما كتشوفوها هي في البيدالي، سرام انيكس، وكذلك في الشومه سرام انيكس. فيها القدام بلاطو ديال 30 سنه صغير 30، واللور فيها 12 الفيتاس كيمشيو كنظن من 11 حتى ل 51 ولا 50، حتى ل 50 هي 50. كيف ما كتعرفوا الاخوان صرام فيهم واحد لوبسيون زوينه ملي كتبغي تحيد الرويضه ديالك، فما كتحتاجش تبقى شاد هادي باش تجبد السلسله، كتجر هادي وكتدخل واحد البوطه كيبقى شاد لك الدرايور بهذه الطريقه هادي. اما فيما يخص الفريناج فراها ايكيبي بسترايب جايد ار. الخطير ان عندها الفران القدام واللور 4 بيستون كيف ما غادي تشوفوا معايا. فالفران ديال القدام فيه بيستون من هنا 1 2، والجهه الاخرى 2، هي 4 لي بيستون، بلاكات تركيبان كبار، والديسك 203 ملم يعني كبير كيعطي فريناج قوي. وفي الخلف نفس الشيء، يعني 4 بيستون والديسك 180 ملم. اذا دابا غادي نمشيو نجربوها ان شاء الله في الغابه ونعطيكم الانطباعات ديالي ليها. هما الاخوان البيكالا في الهبطه مزيانه الصراحه، كتابسوربي لي شوك، ولكن ما حسيتش براسي مرتاح فيها على قبل البونيات عراض، ما كنشدش براسي، ما كنحس براسي مدور عليهم يدي. كذلك في العقبه دابا حيت الطاي صغير عليا، كيف ما كتشوفوا ركابيه معذبين، ما كنبيضاليش في خاطري، وخا مطلع الكرسي مزيان فما كنقدرش نطلع في خاطري، غادي نهبط وندفع. ففي الهبطه كنحس بان لا سسبونسيون ديالها دايره الخدمه ديالها، يعني كتاكل الطريق، ولكن انا حسيت بانكونفور. انكونفور من جاي جاي من لي بواني، ما عاجبنيش عراض يدي ما دايرش عليهم مع دوك البواني الصحين. كذلك كيدورو دابا هي دايره هكا، هي كدور شتو. شنو اخر شونجمون هذا خصني نعاود نريكلو على حسابي مثلا، يعني كيبقاو داكشي لي ريغلاج ديال الرايدر مثلا، الريغلاج ديال صاحبي ماشي هو ديالي، يعني هادشي علاش حسيت بلان كونفور، حسيت براسي ما مرتاحش فيها. وكذلك حاجه مهمه هما البيدالات، البيدالات فاش كيكونوا اغريسيف كيشدوا الرجلين كيعطيوك شويه ديال لا كونفيدونس، ديال الثقه في راسك انك تكسيري بزاف وما تخافش رجلك تسكيبي تزلك. اما بالنسبه للتسلق في العقابي راه هي مخيره الصراحه، مخيره. اما لي فيتاس كيدوزو، لي فيتاس كيدوزو بحال الزبده، راه سرام انيكس، سمعوا لي فيتاس انا غادي نخفف مثلا، صافي دازو لي فيتاس. دابا الثقيل صافي داز. حاجه وحده اللي غادي نعطيها عليها سلبيه في اللوفي ديال الفيتاسات، انه في الاكس تي هذا كيطلع وهذا اللي كيتقل كيخدم في لي دو سونس، يعني لو وركت عليه كيتقل و الا جريته كيتقل. مثلا انا هنا كنخدم بهذا، والجهه الاخرى كنخدم بصبعي الاخر من هنا، فهادي ما فيهاش، يعني كنضطر نخشي صبعي هنايا نضارب باش نوصل ليها. هذا حتى هو مشكل، هذا نقطه سلبيه الوحيده اللي كاينه في الشونجمون. دونك كيف قلنا لا سسبونسيون مزيانه مخيده، ما عندي ما نقول، غادي يبقى غير شويه لانكونفور هذاك راه عادي، حيت
حيت خصني نريقلها على حساب الركبه ديالي انا. هي البيكالا ديال الصديق ديالي الله خداها، دونك مريقلها على حسابه هو. فالبنوات مخيرين كيشدوا الطريق كياكلوها كيعضوها، يعني لا ديرونس عندهم الكريب بزاف واعر، سورتو فهاد الشيء ديال الديرت والارض لوس فيها التراب الى اخره. المهم البيكالا الاخوان خطيره اللهم بارك. ياهو انا غنطيح من هنا نشوفوا لا سسبونسيون كي دايره. المهم على العموم بيكالا مخيره، بيكالا عجبتني هنايا الصراحه، كل شيء فيها مزيان. وغادي نخليكم مع هذا الريزومي هذا اللي كيعطي لي ديتاي ديالها.